يوم السبت 29/8 تم استهدافنا حيث 8 بمروح البراميل، كما ترون تم الدمار. الله أكبر والعزة لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. مروح البراميل يستهدف ناحية 8 برميلين، هذا برميل وعندنا برميل ثاني في الحارة الجنوبية الشرقية. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا بحب بس أوجه رسالة صغيرة لدول العالم، لدول العالم، في دول الغرب بيموت كلب، بيموت كلب حيوان، تقوم الأمم على هذا الحيوان، والشعب السوري الأعزل يقتل ويموت وينتهك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. قبل هاي المرة